من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، أهلا بك دانا. لعلك تابعت معنا ما نتحاور حوله بشأن المزاعم الإسرائيلية التي تأتي من تل أبيب بين الحين والآخر لاتهامات بمصر بتهريب الأسلحة، وهو ما ينفيه الواقع والتجربة. دانا، ما الذي يثار إسرائيليا وبالإشارة إلى هذا الخبر الذي كنت أقرأه منذ قليل في شهر سبتمبر الماضي عن محاولات التهريب من داخل الموانئ الإسرائيلية تحديدا؟ نعم، بعد التحية، بالفعل تحاول إسرائيل مرارا وتكرارا زج مصر في هذا الصراع من خلال يعني إعطاء نفسها مبررات لشن لربما عمليات عند المناطق الحدودية المصرية، وهذا ما تقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. آخر هذه المرات كانت تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هنالك محاولة لإدخال الممنوعات عبر الحدود المصرية الفلسطينية، وبأن كان هنالك اشتباك مسلح مع 20 تسللوا إلى المناطق الحدودية، والنتيجة كانت إصابة مجندة إسرائيلية بفعل هذه الاشتباكات. وآخرها أيضا الحديث بأن يعني هنالك مسؤولية تقع على مصر بتهريب بعض الأسلحة من المناطق الحدودية. ولكن دعنا نقول، إذا ما أجبنا هل استطاعت إسرائيل حماية حدودها أو أن تتغنى بأنها دولة آمنة حدوديا؟ فهذا بالفعل لا. ولماذا نقول لا؟ بسبب ترجمة فعلية لما يحدث وما ذكرته بيانات رسمية إسرائيلية. في 30 نوفمبر العام الماضي كان الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي قال بأنه كان قد ضبط محاولة لتهريب الأسلحة من الحدود الأردنية، وكان البيان يتحدث عن 137 سلاح من الحدود الأردنية، بينها 120 مسدسا و17 بندقية M16، والحديث عن العديد من الخراطيش التي تستخدم كرصاصات لهذه الأسلحة والتي فاقت قيمتها $1.5 مليون. وكذلك هذا البيان كان قد صدر متأخرا، هذه العملية تمت في شهر 9 العام الماضي، ولكن البيانات الرسمية أوضحت تفاصيل هذه العملية في شهر نوفمبر الماضي. كذلك الحال ما تحدثت به عن تركيا ومحاولة إدخال أسلحة من ميناء أسدود، كانت أيضا البيانات الرسمية الإسرائيلية تحدثت عن هذه الحادثة في شهر سبتمبر، ولكنها وقعت بالفعل في شهر 7 العام الماضي. أيضا نلاحظ أنه تحتاج المنظومة الرسمية شهرين وما يزيد عليها لإعلانات رسمية حول طبيعة وظروف هذه العملية. ما تم تهريبه كما يقول البيان الإسرائيلي من الحدود الأردنية كانت تستخدم لأسلحة لأمور جنائية في داخل الأراضي الإسرائيلية، وهي أبعدت الشبهة الأمنية أو أن يكون هنالك محاولة تهريب لمصالح قومية أمنية، أي لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وربطتها ما حدث في شهر شهر نيسان وأذار الماضي بأن كان هنالك محاولة تهريب أسلحة ومصاغ ذهبي أيضا عند الحدود الأردنية. كذلك الحال فيما يخص بيان تركيا، قالت بأن هنالك محاولة لتهريب مواد تستخدم لصناعة الصواريخ كانت قد هربت من تركيا إلى قطاع غزة، أو أن طريقها كان قد يصل إلى قطاع غزة لفصائل المقاومة تحديدا لإنتاج صواريخ تستخدم ضد إسرائيل. وقالت بأن كان هنالك حاويتين وكانت مفروض أن تنقل الجبس، ولكن هنالك كان اشتباه عند المناطق الحدودية ونقاط التفتيش، والتي تبين فيما بعد بأنها تحتوي مواد كلوريد الأمونيوم الذي يستخدم أو ثنائي الاستخدام والذي عادة يستخدم في صناعة الصواريخ. ولكن إسرائيل بعد كل هذه البيانات تنشر هذه التفاصيل فقط لتتغنى أمام الجمهور الإسرائيلي بأنها دولة تحاول الحفاظ على أمن حدودها، على الرغم من أن هنالك دعنا نقول وكأنه تحالف ضد أمن هذه الدولة من الحدود الأردنية، من الحدود المصرية، ومن داخل إسرائيل ذاتها من ميناء أسدود والمنطقة القريبة إلى حيفا، ومن ذلك يتم إيصال هذه البضائع من تركيا. هذا هو تفاصيل ما يتم توارده إعلاميا وإسرائيليا، وكما ذكرنا هذه البيانات تأخذ وقت طويل لإيضاحها، وكان هنالك منع نشر حول هذه المعلومات، ولكن فيما بعد تم إيضاح بعض التفاصيل فيما يخص محاولة تهريب الأسلحة أو المواد التي تستخدم عادة في صناعة الأسلحة. أشكرك شكرا جزيلا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية.